خلينا نروح بقى دلوقتي سؤال الحلقه وتعليقات حضراتكم افكركم مبدئيا سؤال الحلقه سؤال الحلقه هو ايه ذكرياتكم مع الكحك عمايل الكحك والصاج كمان اللي كان بيروح الفرن انا بقى اصلح لك بقى ذكرياتك مع الصاج اللي كان بيروح ايوه انا الدقه بقى <applause> استنى عشان وشكر. بقى معلومه كل واشكر بقى طلع فعلا انه كان في الوقت ده كان بيتعمل ال ال الكحك في قوالب مخصوصه مكتوب عليها كل واشكر ووقت الإخشديين عشان انا كنت عايزه برضو اكد على المعلومه دي كان الكحك بي... بيتم حشوه بدينار انا كده ممكن اكل اشكر آه. طبعا يعني اللهم ادمها نعمه وحفظها ده بعدها <بقى. تصفيق> بالظبط كان بيوزع كمان على الفقراء بعد كده بقى طبعا الموضوع اتطور ويمكن في عصور كمان متفرقه حاولوا ان هم يمحوا شويه العاده دي او يمحوا اثار عاده الفاطميين لكن المصريين عادات الاكل تحديدا ما حدش يقدر يجنبها ما يقدر يمحيها بس كده جت بقى طبعا عصور بعد كده الموضوع بقى الحمد لله ازدهر اكتر وفضل مكمل معانا وكده بقى عملت اللي عليا معاك في يعني موضوع الكحك كله انا بشكرك بقى يعني انا حقيقي بشكرك والله يا جماعه حصه التاريخ هايله بصراحه شكرا فكرتيش تبقي مدرسه التاريخ؟ لا عشان تقول اصحابك تقول تحكي جمانة قالت لي كذا طيب خلونا ناخد تعليقات يعني حضراتكم على سؤال الحلقة تبدأ أنت ولا أبدأ أنا؟ تفضل حضرتك أشكرك في حمادة الحلو بيقول صباح الورد أستاذة جمانة ماهر صباح الخير والورد أستاذ أحمد عبد الصمد كانوا الأهل والجيران بيساعدوا بعض في كحك وبسكوت العيد مع بعض بمعنى كل يوم في بيت شكل من الجيران وكنت أنا بمشي وأروح لأصحابي لأصحاب الفرنجي اللي هو الفرن الافرنجي اللي انا اعتقد يعني واقول له انا اول واحد علشان الزحمه اه اللي هو الفرن الافرنجي زي ما بقول لك اللي هو الفرن بتاع الفين اه فبيحجز ميعاد ويقول له انا اول واحد علشان الزحمه ويقول لي صاحب الفرن ماشي يا عم حماده علشان خاطر عيونك بيجيب وسط عشان تسوي الكحك يا حماده ماشي عشان خاطر عيونك الحلوه انت اول واحد وبجد مصر احسن بلد في العالم من اتجاه الارتباط والترابط ببعض وزي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان اهل مصر في رباط الى يوم الدين تحيا مصر ويحيا النصر ده حقيقي طبعا ومصر حلوه بغض النظر يعني مش في بس الترابط لا هي حقيقي البلد دي ما فيش زيها طبعا لا والله بجد دي. طبعا دي حقيقه فعلا المصريه دي ما يعني مش موجوده في اي عارفه مهما تروحي ومهما تسافري تحس ان انت بعد اول صحيح. اسبوع انا نفسي ارجع انا وحشني جو القاهره لا في حاجه في مصر الحاجات الصغيره اللي لا في حاجه في مصر مش موجوده في اي مكان دي حقيقه فعلا صحيح طيب بص في بقى تعليق كمان لطيف جدا البوب الب... الب... البوب يعني انا مش اتمنى ان اكون قلت اسم حضرتك صح. بيقول صباح الخير لاحلى مذيعين ولكل الناس وكل سنه ومصر بخير بمناسبه شم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك لاخواتي المسلمين. انا كان ابويا ربنا يقدس روحه بيعمل الكحك والغريبه والبيتي فور والبسكوت النشادر بتاع الشاي بكميات قليله عشان ما في الحلويات وكنا بندخله في فرن البوتاجاز بتاعنا ده اللي انا فاكره وانا صغير لما كبرنا بعد كام سنه بطلنا نعمله بقينا بنشتريه وهو كمان بقى بيصحح لي حاجه غالبا هو سمعني غلط فيها يا احمد هو بيقول صحيح ليك يا جمانه لما احمد قال انه اخواتنا الاقباط كانوا بيحتفلوا بالامس والمصريين كمان بمناسبه شم نسيم فانا كنت بقول بيحتفلوا باحد الشعانين كمان أصدق عيد القيامة المجيد اللي كان امبارح مش احد الشعانين اللي كان الاسبوع اللي فات صحيح. انا كنت اقصد انه ال... كمان قبلها كانوا بيحتفلوا بأحد الشعانين فأتمنى ان اكون وصلت لحضرتك المعلومه بس صح. انا عاجبني ان الناس صاحيه وفي تركيز برضه على الصوت يعني خلي بالك يعني مكتبه <applause> يعني <applause> <applause> ولا وعاجبني ان في فكره ايه من ست دقايق ست دقايق تعليق خمس دقايق 16 دقيقة،, 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 دقيقه فلا الناس نشيطه الحمد لله يعني في رمضان ولسه عندهم طاقه هو في بدايه اليوم لسه يعني طبعا بنشكره على الصحيان وال تعليق كل سنه وحضرتك كمان طيب وفي كمان هيثم المصري بيقول صباح الخير على كل اهل مصر الحبيبه اجمل ذكريات هي ايام عمل البسكوت والكحك العيد كنت بتجمع أشطاء. انا واشقائي بشغف وبنبدا في مساعده والدتي حفظها الله يعني كل سنه وانتم طيبين وربنا يديها الصحه يا رب ويديمها نعمه كده فكره كلنا متجمعين في حاجه فيها بهجه وفيها اعياد طبعا في ثروت عدلي بيقول صباح الخير على حضراتكم عاوز اقول الكحك من القدماء المصريين وزمان كانوا بيتفننوا في عمل الكحك انا بعشق الكحك جدا وممكن يكون عندي طول السنه يعني استاذ ثروت لسه كانت زمان بتكلم على الناس دي يعني في ناس <applause> الكحك في بيتها طول السنه فعلا <applause> في الشامي محمود بيقول صباح الخير والفرحه بالعيد وعمل الكحك والبسكوت صباح الخير على حضرتك كانت امي الله يرحمها الله يرحمها بتعمل كميات كبيره وبتجلس امام الفرن البلدي ومن شده العطش مره شربت وكان تعب جزاهم الله كل خير وكانت بتوزع للجيران والاقارب وكنت بساعدها من شده تعبها وبعد كل التعب ابني صغير بوهزه <applause> وهي فرحانه بيه وتقول له مش هرميه انا هاكله الله يرحمها ربنا يفرح المسلمين بالعيد وكل سنه وانتم طيبين لسنه حضرتك طيب وربنا يرحمها يا رب وتعيش وتفتكر يا رب اللهم امين طيب في استاذ عبد المنعم جبل استاذ عبد المنعم جبلة بقى من المنوفيه فانا يعني تحيه خاصه لكل اهل المنوفيه يعني بلدياتي برضو فلازم اكون منحاز هنا يعني كل سنه وانت طيب يا استاذ عبد المنعم سنة حضرتك طيب. صباح الفل عليكم من المنوفيه احييكم كانت اجمل ذكريات لما كنا صغيرين لما كنت انا واخواتي بنتخانق على مين يدور مكنة البسكوت اليدوية أوه. أنا فكرني بقى يعني أيوة. أنا افتكرتها دي تحديدا يعني كنت بتتربط كده في الطبلية ساعتها اللي بيقعدوا عليها أو الترابيزة الصغيرة شوية ومين بقى هيدور عشان كده. أيوه ليها أوه. إيد كده أنا أنا فاكر يعني الناس بتفكرنا بذكريات حلوة قوي أيوة بجد يعني كنا بنتخانق على مين يدور مكنه البسكوت اليدويه ولما كبرنا كنت بساعدهم في نقش الكحك بالمنقاش اليدوي كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عيد إيه مبارك عليك يا استاذ عبد المنعم يا رب وكل سنه وانت طيب وكل سنه ودايما كده يعني بتفتكر الذكريات الجميله وتحكيها لينا وتحكيها لي يعني اولادك واحفادك كمان ان شاء الله يعني. لسه مستنيين اجابات اكتر وذكريات اكتر من حضراتكم على سؤال الحلقه بس دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر استنونا